أقرت المتعة، أقرت المتعة اللي بهذه التصنيفة اللي أنا بقولها لك، التمتع بالمفاخذة، عندهم التمتع بالملامسة، زين، التمتع بالمكاعبة، التمتع بالصغيرة. التمتع بالصغيرة تعرف شنو معناتها؟ معناتها يتمتعون بالطفلة اللي عمرها سنتين، طيب، ثلاث سنين، اربع سنين. طيب عشان ما ندخلوا في التمتع تفصيلات. بالمفاخذة خلاص اشرح لك شنو معناتها. هذه ضد حقوق الطفل، هذه يعتبر، هذه يعتبر اعتداء جنسي على الطفلة. يعني التمتع بالمفاخذة شنو ذي؟ التمتع بالرضيعة معناتها ذي. زين، الرضيعة يعني كم عمرها؟ طيب. سنة، طيب. سنة ونص، اشهر. يعني هل يعقل، هل يعقل رجل بالغ يمارس الجنس مع طفلة رضيعة وتقولون لي الشريعة الإسلامية أحلت هذه الأمور؟ خل المتعة،